بيته للواحد. ايه والله، لا تذكرني بشي ابدا. والله الحق معك يا أمي، بس ليكي نحن هلأ ببيتنا. نحن بالبيت، 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 هاي. حتى لو اتطلقتوا عسى لخير، ودخيلك بعد خليه ينتعل على هالكلبة ويروحوا لجهنم الحمراء. ما تزعلي، تركي ينقلع معه على أوروبا ولا غيرها، المهم انتي حطي ولادك جنبك وقعدي معهم معززة مكرمة يا روحي. الله يسمع منك، ماني مصدقة امتى يتطلقوا لنرتاح ونخلص من هالكابوس. ايه صح. وين رح يناموا الليلة يا ترى؟ لا يا الأوتيلات معبية البلد، بيدبروا حالهم. وانتي شو بدك فيهم؟ بالله ينقبروا وين ما كان، العين تطرقون. طول ما هن بعاد عنا نحن بخير، وين ما بدهم يروحوا يروحوا. ها صح تيتي. يلا حاجتي تأخر الوقت، بدكم شي مني؟ صار لازم روح على البيت. لسه بكير امي، والله مشتقت لك وما شبعت منك. بكرة بيجي يا روحي. مع السلامة تيتي. أمي فوتي تحممي ترتاحي وبتنامي منيح، بيكون أحسن.
مرت عمو؟ في مجال انت تنامي بالصالون علي وكارولين. لا شو غيورة؟ بعديني شوي. مجد؟ نعم. تعال نام جنبنا. حاجة بقى مثل الأولاد. شو فيها؟ ليش نحن مو أولاد أمي؟ حتى لو صار عمركم 50 سنة رح تضلوا أولادي الصغار المدللين. مجد شبيك؟ تعال يلا تعال. اي ماشي بس بعد لي شيء. تعال يا عمي. انا الحقيقة ما كنت نايم بس عامل حالي نايم من كتر ما كنت خايف تطير السعادة منها، لأنه السعادة بحسها مثل الفراشة، أحيانا لازم بس نوقف ونتفرج عليها. أمي، نيفين، إلين، مجد، الكل من كتر مو فرحانين كانوا مثل الفراشات اللي بيطيروا فوق المي، وإحساسي بالفرح الكبير اللي جواتهم كان مانحني سعادة وراحة يعني ما بتنوصف. انت معصب من انا؟ ليش؟ لساته نايم عثمان؟ فايقه؟ ما روح على الجامعة وضل معك؟ لا يا روحي، روحي وديري بالك على دراستك. بس لا تفوتي على اوضة نومك. لا ارجع انا بضبها. اتفقنا؟ طيب ماشي. كارولين دوقي. شكرا لك، انت حلوه كثير. شكرا لك.